أكثر ماينكرافت أكاتو. اليوم راح نلعب ماينكرافت. ماشي بدايتكم، بس في واحد جدا قهرني وبجده. قبل ما أجده شوف سكني، معلش سكن فيك نسيت غيره، كان صغير الله يلعنك. معلش انتم على ذا تكفون ارحمونا. وانتو يا ماشي، وياخذ ما هذولا اقتلوا شباب. ماشي غيرت السكن هذا الشكل. دقيقة يا محتاج دقيقة، اسكني كذا اتغير، ما بغير. ماشي شباب كان سكني صغير، بعد الفيديو بغير سكني وشوفوه. تعال سكني راح تشوفوه مرة طبيعي. هذا ما كل يوم ادور عنه ما لقيته، والفكرة ورثة ذكرونا. ثم امك كيف الناس؟ الله يلعنك ويلعنك ويلعنك. يا ربي شباب ساعدونا، مش هذا هم، بس انتم ساعدونا. ودي اشوف كانكم صوروا فيديو عشان اشوف كانكم مرضى عليكم. ساعدوني عشان اقدر اقتله، في واحد جدا قرب وانتو شفتوه. سو بسرعة شباب، هذا شباب بعدين وطب الله يلعنك، تدعو الله يلعنه. يا ربي جلدتني، الحمد لله راح منا. بعد اراجع بعد اقتله، الله يلعنك ويلعن ابو شكلك. شباب يا تروحون هذا المقطع، لا تنسوا اللايك. قبل ما اقولكم، هذا اللي اخترناه اعلمكم كيف صغرت نفسي. عدلوا سكناتكم، ادخل التعدل بعدين روحوا ستيف، ادخل ذا، روح مو هنا، دقيقة هنا. هذا اللي يصغر، هذا اللي يكبر، وهذا اللي يكبر، هذا اللي يكبر، هذا ينحف. اضغطوا على ذا ويصغركم. عدلته هاي، دقيقة ادخل عليه. وشفت سكني ده مرة جامد. وتعالوا نلعب لعبة صلدي، اني ما اعرف اقرا كذا، او نلعب حرب البيت. هاي كيفكم شباب؟ هاي نلعب كراز، مدري شو اسمه كراز. هاي شباب بس حطوا لايك، بس الكل ما عجبك المقطع اظن تذكرة مع تعال معنا في الفيديو. حطوا لايك وشير الصورة، تعالوا معنا في الفيديو. ها كيف سكن الناس صار صديق عشان يحبون السكن هذا، سكن الجامد. تنين تنين، اذبحوا الذبح، اذبحوا الشباب. فزحتوا لي افزع لكم شباب. صار بطل
كما طولتها يا تنصلك شاتسكم، باي باي، نشوفكم بعد بكرة على رمضان والعيد.